نرحب فيكم طلاب الصف التاسع. اليوم عندنا درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية اللي هو relative clauses، العبارات الوصلية. الدرس العبارات الوصلية درس مهم كتير، دائما في منه سؤال أو اثنين بورقة الأسئلة. رح نتكلم بهالدرس عن مفهوم relative clauses، يعني معنى العبارات الوصلية، ما المقصود بالعبارة الوصلية. طبعا مثل ما بتعرفوا الطلاب، نحن في عنا العبارات الوصلية، في عنا العبارات الشرطية، في عنا العبارات الزمنية، في عنا العبارات الوصلية. العبارة بشكل انجليزي، بشكل عام باللغة الانجليزية، هي الكلوز. الكلوز لا يمكن ان تكون تعطي معنى لوحدها، يعني it can't stand alone. طبعا رح نتكلم عن هاي الفقرة اثناء الدرس. طبعا نقصد نحن بالعبارة الوصلية، الان نعود لدرسنا، الآن نقصد بالعبارة الوصلية هي العبارة التي تبدأ بأحد الأسماء الموصولة. طبعا نحن في عنا مجموعة أسماء موصولة اللي هي who, which, where, when, whose. طبعا نفس الكلمات ممكن نستخدمها ككلمات استفهام، ولكن الآن ممكن هذول نستخدمهم كأسماء موصولة. بالنسبة للصف التاسع حاليا رح يكون تركيزنا على الأسماء الموصولة اللي هن الـ who and which. who and which. who and which. طبعا هنتكلم الآن عن who. who is used to talk about people. إذا who اسم موصول يعرف اسما قبله، إذا يستخدم للتكلم عن الأشخاص، سواء كان الأشخاص مفرد، جمع، مذكر أو مؤنث. طبعا رح نعطي أمثلة الآن. The man came late is my uncle. الآن الاسم الموصول اللي هو هو يعرف اسما قبله ويعطينا معلومات أكثر عنه. يعني الآن الرجل الذي جاء متأخر هو عمي. الآن هي أساس الجملة، الآن الرجل عمي، أي رجل الذي جاء متأخر. إذا العبارة الوصلية، إذا الآن نحط خط تحت العبارة الوصلية، هي who came late. إذا هاي عبارة وصلية تبدأ بالاسم الموصول هو. الاسم الموصول هو يعرف اسما قبله ويعطينا معلومات عنه، يوضحه أكثر. الآن لاحظوا، الآن نستخدم نحن هو لأنه نحن عم نعرف شخص. The man شخص. مثال ثاني، the girl who won the race or the prize is happy. الفتاة سعيدة. يعني إذا قلنا الفتاة سعيدة، أي فتاة التي فازت بالجائزة. إذا لاحظ الآن الاسم الموصول هو يعرف اسما قبله اللي هو الجير. لاحظ الآن هو عرفت الفتاة وعرفت الرجل، فإذا هي تستخدم للأشخاص سواء كان مفرد أو جمع، مذكر أو مؤنث، المهم أشخاص. فلاحظ أن العبارة الوصلية أيضا هون underline it here. The girl who won the prize is happy. الفتاة التي فازت بالجائزة سعيدة. لاحظوا طلاب، الآن العبارة الوصلية لا يمكن أن تعطي معنى لوحدها، يعني it can't stand alone. إذا الآن مثلا قلت له طالب أعطيني الجملة عن مثلا كلمة برايز، الجائزة، التي فازت بالجائزة. إذا هذه الجملة ليس لها معنى لوحدها، إذا تعتمد في معناها على الجملة الأساسية the girl is happy، الفتاة سعيدة، أي فتاة إذا التي فازت بالجائزة. إذا هاي بالنسبة للاسم الموصول هو. رح ننتقل الآن للاسم الموصول الثاني اللي هو which. طبعا الاسم الموصول which يستخدم للتكلم عن things، الأشياء. مثلا نقول
the house which I bought is in the city center. لاحظوا طلاب هون الآن the house which the house which طبعا لاحظوا الآن اسم الموصول which يعرف الاسم الذي قبله اللي هو الhouse. طبعا الhouse بما أنه شيء فإذا استخدمنا which فصارت الجملة الآن المنزل الذي اشتريته هو في مركز المدينة. طبعا هي أساس الجملة التي عرفناها الآن هي البيت في مركز المدينة. أي بيت؟ إذن الذي اشتريته. إذن وضحنا عرفنا الاسم الذي نتكلم عنه. الآن هي العبارة الوصلية إذن الآن under if you want to underline it which I bought which I bought الذي اشتريته. إذن هذا الاسم الموصول which. رح نحاول طلاب الآن نتكلم عن تمرين تمرين عندكم الكتاب، ولكن قبل ما ندخل في التمرين الآن بالنسبة لهي الفقرة نعيدها بدقيقة واحدة الآن. نحن بالصف التاسع رح نتكلم فقط الآن عن هو أند ويتش، ما رح نتكلم عن هوز أو وير كأسماء موصول لأنه ليست مطلوبة الآن معكم. نتكلم عن هو كأسم موصول بمعنى الذي للأشخاص سواء مفرد أو جمع مذكر أو مؤنث. الويتش هي اللي التكلم عن الأشخاص عفوا عن الأشياء أيضا مفرد جمع مذكر أو مؤنث. نأخذ مثال ثاني عن الأسماء في حالة الجمع الأشياء. إذا the books here the books which I read last year were expensive. الكتب التي قرأتها السنة الماضية كانت غالية الثمن. Here which طبعا هو اسم الموصول which عرف الاسم الذي قبله. الكتب التي اشتريتها أو عفوا التي قرأتها السنة الماضية كانت غالية الثمن. الآن فيما يتعلق بالامتحان طلاب رح يجينا بشكل اساسي من الاسماء الموصوله اما اختيار بين قوسين choose the correct word in brackets or a missing word a missing word كلمه مفقوده. طبعا رح نتكلم عن الطريقتين الان. طبعا اجى باحدى الدورات هاي الجمله Mrs. Hayek who which is a teacher in our school is coming to visit us. إذا هاي من إحدى الدورات. الآن لاحظوا طلاب رح نختار هو أو ويتش. طبعا متوقع الاختيار رح يكون سهل مجرد أن الطالب عرف وفهم أنه الآن هو للأشخاص ويتش للأشياء. فالآن الاسم الموصول هون باعتبار عم نتكلم عن مسز هايك السيدة هايك. طبعا السيدة هايك أكيد رح نختار هو. إذا لاحظوا الآن الاختيار سهل. ممكن نختار جملة ثانية The restaurant restaurant which who was once a cinema is in our street. طبعا المطعم الذي كان فيما مضى سينما هو في شارعنا. الآن لاحظوا طلاب الآن نختار الآن هو أو ويتش. طبعا احنا نظرنا للاسم الذي قبل القوس إذا ريستورانت من الأشياء وبالتالي ويتش. إذا الاختيار راح يكون دائما سهل.
طبعا الطالب لازم يحفظ مجموعة الكلمات اللي وردت معنا في التمارين. يعني على سبيل المثال قد يكون اسم مثلا كلمة نيبر، يعني بيبل هير بيبل، مثل عنا كلمة نيبر جار أو كازن. طبعا ممكن تقول أستاذ أنا فهمت إنه هو أو هو للأشخاص وهيك الأشياء، ولكن الاسم اللي قبل القوس ما عرفته، وبالتالي لقيت صعوبة في الاختيار. بس أنت مجرد ما حفظت الأسماء اللي عندك في التمارين مثل كلمة كازن نيبر وبالتالي أو تورست، أنا هذول كلنا عم نتكلم عليهم الأشخاص، نيبر كازن تورست، تورست طبعا سائح، كازن ابن العم، دنتست طبيب الأسنان، طبيب الأسنان يس، ماي أونكل ماي أونت إتسترا. وفي عنا things اللي هني الأشياء، ممكن يمر معنا كلمة مثلا عنا ريستورانت مطعم، أو ممكن يمر معنا كلمة charity charity الجمعية الخيرية، the charity which was based in France yes the charity restaurant exhibition المعرض معرض جمعية خيرية مطعم yes. إذا هاي الكلمات طبعا كلها أشياء رح تاخذ which. إذا الآن رح نتكلم عن تمرين هو page 5 sorry exercise number 5 page 33 and 5 exercise number 5 page 33. إذا تمرين كتير مهم، رح نشوف من خلال التطبيقات اللي تكلمنا عنه. نعم 4 5 6 7 8 and 9 yes. Number one quickly. Okay. Now open your books, page 33, as I said. Number one, Mrs. Hayek. You are going to choose either who or which. So when I say Mrs. Hayek, Sayyida Hayek, of course you are going to choose who. Sayyida Hayek, who is a teacher at my school, is leaving soon. The charity is based in France, has several projects in Africa too. So charity, which? باعتبار الجمعية الخيرية إذا من الأشياء which. My cousins, number three, my cousins live in Denmark, email us often. أبناء عمي الذين يعيشون في الدنمارك غالبا ما يراسلوننا عن طريق البريد الإلكتروني. So who? My cousins. Who? Number five, four, sorry. I met Tariq. Of course, this is a simple sentence. أنا قابلت Tariq. Who? Yes. Number five. Thank you for taking me to the exhibition. Thank you for taking me to the exhibition, which I enjoyed a lot. طبعا exhibition, المعرض, which I enjoyed a lot. She told me she had passed her test. She told me she had passed her test. هي أخبرتني بأنها اجتازت أو نجحت في اختبارها, which was really good news. Okay? Yes. It began to rain suddenly. It began to rain suddenly. بدأت تمطر فجأة. Nobody has had expected, which nobody had expected. Number eight, Mr. Hamad. Of course, this is also a simple sentence. Mr. Hamad, who is on business, came for dinner last night. The last one, آخر جملة, has anyone seen my bag? Has anyone seen my bag? هل أحد منكم رأى حقيبتي? Which I left here a few minutes ago. Okay? Yes. I think this is a simple exercise. Let us now talk about missing words.
about the missing words. Of course, as you know, طبعا مثل ما بتعرفوا طلابنا ممكن الآن يجينا من الكلام المنقول عفوا من الأسماء الموصولة كلمة مفقودة، الكلمة مفقودة طبعا. طبعا نحن رح نتكلم شوي بشكل سريع. الكلمة المفقودة رح تكون شوي صعبة على الطلاب، رح نحاول بطريقة معينة نحاول نخليها سهلة لكم إن شاء الله. Damascus is the capital of Syria. Is a very old city. طبعا طلاب نحن بالنسبة للعبارة الوصلية لو رجعنا هون شوي، كل جملة تحوي عبارة وصلية فهي تحوي جملتين بالمحصلة. يعني لاحظ الآن، الفتاة سعيدة، الفتاة سعيدة، الفتاة فازت بالجائزة. فإذا نحن الآن دمجنا الجملتين مع بعض فصار معنا كلمة جملة وصلية، وبالتالي لاحظ بالأساس إن هي فيها جملتين. مثال ثاني، the house is in the city center. البيت في مركز المدينة. البيت أنا اشتريته أو أنا اشتريت هذا البيت. مثال ثاني، المطعم كان فيما مضى سينما. المطعم في شارعنا. فلاحظ الجملة الآن العبارة الوصية دائما عم تحوي جملتين. فلاحظ الآن هذه الجملة، دمشق تكون عاصمة سوريا، تكون مدينة قديمة. فإذا هون عنا جملة وضحت المعنى، وضحت الاسم اللي عم نتكلم عليه واللي هو which. إذا المنزل عفوا دمشق التي هي عاصمة سوريا هي مدينة قديمة جدا. إذا منعزز الفكرة بمثال ثاني حول الكلمة المفقودة. My uncle works in Dubai is coming to visit us in summer. طبعا لاحظوا طلابنا الأعزاء أنه هاي الجملة الآن أيضا تحوي معلومتين. عمي يعمل في دبي، آت ليزورنا أو لزيارتنا في الصيف. فإذا الآن أيضا في طلاب راح يشوفوا أنه كلمة my father my uncle فراح يحطوا فينا is. في طلاب كثير بيحطوا my uncle is. هلأ ممكن نقول my uncle is بس مو بهذا السياق. my uncle is a teacher، my uncle is a doctor، ولكن my uncle is works this is wrong. okay. إذا الآن خطأ أنك تحط is باعتبار أنه ما راح يعني تكون متناسبة مع سياق الجملة. فالآن عمي يعمل في دبي، آت لزيارتنا الصيف المقبل. فإذا my uncle إذا هو، إذا الاسم الموصول هون هو عرف الاسم اللي قبله اللي هو الأنكل، والاسم الموصول هو which عرف كلمة دمشق إذا اللي قبله. هذا طلابنا كل شيء بالنسبة للأسماء الموصولة. طبعا في عندكم تمارين مهمة جدا بالصفحة 33، بالإضافة إلى عندكم تمرين أيضا هام بيج 38 exercise number 5 and number 6. okay. thank you for watching us. wish you good future. okay. thank you.